السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نعمات أخنا عنقود. صباح الخير عليكم. النهاردة احنا في سوق التلات اللي في الجيزة عند مترو مصريين. طبعا أنا صورت لكم الفيديو اللي فات في الأورجانزا دي، تمام. كان المترو 25 جنيه، عرض القماش متر ونص، يتعمل منه فساتين، يتعمل منه اللي انت عاوزاه كله. بس الأورجانزا دي جميلة صراحة في الفساتين. نيجي بقى للجديد النهاردة لأنه جايب شغل جديد، بسم الله ما شاء الله. تعالى عم سعيد، تعالى ورينا الجديد وابدا بال ايوه ابدا بالقطن كده. كل ده جديد، ماشي. هاتي ايه دي؟ سيبش، مش كل شويه اوطي عشان انا تعبانه مش قادره اوطي. ماشي، دي فيها لكره. دي بكام؟ دي ب40. ايه اللي بقى كده؟ وريني المخرمه دي، انت بتقول بتعمل بيها ايه؟ عشان الايام دي كله ماشي في المخرم ده. هوريكم حاجه تانيه مخرمه حلوه قوي. بصوا بس دي سواريه. دي سواريه فيها حاجه بتلمع كده. انا مسكت المخرم، اديني السودا عشان ابقى كده كملت المخرم مع بعضه. السمره دي كذا نوع. ماشي، ما احنا هنجيله هنجيله. دي ناعمه قوي. ده بكام؟ ده بكام؟ ده ب50. ده ب50. وريني التركي ده، ده تقيل، عامل زي عامل زي التل الناشف، بس هو مش تل ناشف، بس هو تقيل. ده بكام بقى؟ ما هو ده بيتعمل من تحت، ما بيتعملش من فوق. بكام؟ ب40. الاسود الاسود ب40. عايزه اوريكم بس ايدي عشان اوريكم الخروم قد ايه. الاخرام بتاعته واسعه مش ضيقه، ب40 جنيه. الابيض في اسود ده ساده. بكام بقى الابيض في اسود ده الساده؟ بوبلين ب50. تمام، وده كده قلنا ب40. ده دي الاخرام بتاعته مختلفه، دي اخرامه ضيقه، دي اللي عامل زي طول الشبكه التقيل. بصوا الجمال ده بقى اللي دلوقتي ترندات، اللي البنات بتعمله جوانتي. يا رب الاقي الصوره، كانت زبونه بعتهولي احطها لكم على الشاشه تشوفوا الشكل ده. بينفع جوانتيات قوي للعرايس، ويتحط عليه لولي والماز. المتر بكام؟ ب40 جنيه، ببلاش الا ربع. ماشي، اديني بقى اللي جنبه ده. مش عارفه اللي جنبه ده. انت النهارده جايب حلويات بصراحه. خليكم معايا في الفيديو لان النهارده جايب شغل جامد قوي وشكله جميل قوي. وريني، عشان انا اصلا عايزه ابين الرسمه. بصوا الرسمه بتاعته جميله قوي. دي بقى اللي قول لي السعر. 80. وبعد كده ارجع للنقح. 80. تاخديه مفرز سفره على فكره. ده 80 برضو مفرز سفره. لا، ولبس انا بقول مفرز سفره. هم عايزين يعملوا تونيكات يعملوا. وعلى فكره ثلاث ارباع اللي خد منك الشغل واحنا واقفين خدينه مفرز سفره. نفس الكلام. ده نفس الكلام. ده حلو قوي للملايات برضو. وريني كده اصلا لا مش حلو للملايات. هقول لك ليه. لان الدوائر مش ورا بعضيها، الدوائر مش ورا بعضيها. بصوا عشان كده مش هتقدري تقطعي منه ملايات. دي اللي بقول لكم خلصت، كان توب الصبح وانا واقفه وخلص، واخر حته زبونه واخداها واقفه. هجيب منه تاني. هتجيب منه تاني؟ طب تمام. قلنا بكام؟ ب80 صح؟ اللي في ايدك واللي في ايدي واللي احنا صورنا عليها. بقول له تتعمل مفارس سفره، قال لي تونيكات. ده اللي قمر، ده اللي قمر، وخامته قطن جميله، واتنين كنار. بصوا الكنار من هنا، بصوا الكنار، وكنار من الاتجاه التاني، والارضيه قطن ولون ثلجي مبطش في ابيض، شكله تحفة. وريني بقى الحتة اللي انت قلت لي عليها قطن دي. كل مخرمة. ماشي، القطن بصي مطرزة منها فيها برضو، ومخرمة اهي تخريم من على قرب، وفيها كده وردة اهي صفرة. قطن 100%. كام بقى يا عم سعيد؟ ب70. وريني حتة القطن. ايوه دي القطن. طب ماشي، خلينا شغال مع الكتان. خليك شغال مع الكتان. ده كتان. بصوا عرض عرضين، ده بقوله ب60. عرض متر و50. عرض عرضين ايه؟ ب60 جنيه. قطن حاجات بيتي، شتات، ده قطن حاجات بيتي. حلوه قوي، حلوه قوي قوي. قطن. صباح النور يا لولو، عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يخليك. حلوه قوي دي. دي قلت بكام يا ام سعيد؟ ده ب60. ده عرض قد ايه يا ام سعيد؟ مش عرض 150 صح؟ عرض 160. تمام، مفيش الا دي اخر حته؟ لا طوب اهو. طوب يعني؟ طب حلو الكلام ده، عشان حب حد يطلب منه يلاقوه موجود. انا معاك.
فسكوز. الله ده انت ماسك الخامه ما شاء الله. بص ده لون كموني. ده ب 50 جنيه؟ مفيش منه الوان؟ الزيتي بس؟ ده جميل قوي. بكام المتر ده؟ الزيتي بس. لا بص الشفونه اللي ماسكاها دي حلوه قوي. الكروشه دي انت قلت لي عليها اول ما وقفت، قال لي النهارده هتلاقي كروشه ملهاش حل. ب 60 جنيه. مفيش منها الوان؟ اه الشفونه اللي في ايدك دي جميله قوي. الشفون اللي في ايده دي حلو قوي. 30 جنيه. اعمل على عرض ال 30. هي دي اصلا بتعمل ايه يا عم سعيد؟ هي ايه دي بتعمل ايه؟ تسميه حاجات للبحر. اه. هي يا دوب بس طابلوه في كل حته كده طابلوه. تمام. شفون. التركيبه بتاعته. وريني التركيب. الفيزون القطن. اه. لا هو ده بتاعه. مفيش الوان ده الفيزون القطن ده؟ هو ده بتاعه يا باشا. مفيش الوان منه الحلو ده؟ ده بتاع ده؟ حلو ده مايو. اه. بيتعمل منه حاجات كتير قوي. اه بس خامته حلوه، خامته طريه. خامته طريه قوي. مفيش كحلي؟ عرض عليه عشان تبقى 30 جنيه خالص والله. عرضين درجه اولى ب 30 جنيه. عرض متر ونص يا جماعه، مش عارفه ليه بيقول عرض عرضه. ماشي. ارخص من حاجه الساعه. ارخص من حاجه الساعه. 50. تمام. ب 30 عاملين على عرض النهارده. حلو. انتي بقى. اه سواريه بقى. على التحفه والجمال الستان. اللهم صل على النبي. الستان جميل. حلو قوي. بكام؟ مش عارفه انت مصمم ان انا هيبقى انا دعاء والله. ايوه دعاء. ماشي. هو عايز يورونا في الشمس. المتر بكام يا عم سعيد؟ ب 60 جنيه. حلو قوي 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 الستانه دي. لا وحلوه الخامه بتاعته. ب 100 جنيه والله جمله. الخامه حلوه قوي. ده بقيه الستانات اهي ب 60. مفيش كحلي؟ عايزين حته كحلي. هات اللي انت عايز توريهوني. ماشي. ويجرب اسمي كل شويه يقول هبه. مش عارفه مين عندكم هبه. اهو بجرب دول. ماشي. دي برضه فيها حاجه سواري بتلمع. ماشي. دي فيها حاجه سواري بتلمع. اه عرض 120. اه 140. ب 40 جنيه عشان عرض 120. بس قطن. قطن تمام. ودي تطريز بارد. ماشي. ماشي. حلو. الف لها. اه انا كنت لسه هقول عشان الف على الشفونه. مفيش من ده مشجر؟ الف له على الشفونه. بس احنا فين؟ هقول لكم العنوان في اول تعليق مثبت. بص ده بوبلين قطن. عشان اللي متابعني عارف العنوان هنا كويس قوي. هنا بوبلين قطن. حلو قوي دي. تنفع رجالي وتنفع حريمي. ده ب 40 يا ست الكتان. حلو قوي. تنفع رجالي وتنفع حريمي. ده كتان لكرة عرض عرضين ب 40 جنيه. ده ب 40 جنيه. بص المطة فيه استيكر. آه. حلو. ب 50 القطن. القطن البوبلين ده ب 50 عرض عرضين. ده 50. هو المعلم ده ايه يا عم سيد؟ المعلم. ده بس بقى شوفوني هبة عرض عرضين ده رجعوني. هبة برضه. ماشي. ماشي. لا ولا يهمك. مين عندكم اسمها هبة معلقة معاك؟ بنتك؟ ربنا يخليها لك. خلاص قول يا هبة. ده كده شوفون بكام المتر؟ ب 40. حلوة قوي قوي الشوفونة دي. أي شوفون بقى ب 40 ولا شوفون المعلم ده بس؟ اي شوفون. لا بص الشوفون هو ماسكه. لا امسكني. ده مش شوفون. ده انا ما سموش. ده احس ان انا هو كريب. اه يعني انا احس ان هو مش باحساس طلع كريب فعلا. اه الشوفون بيبقى خفيف. ده تقيل يعني كله في قلب بعضه ب 40 جنيه المتر. كل دي الوان الشوفونات. وبطيخي. جبردين. جبردين. بابا كام الجبردين ده بقى؟ 60 جنيه. شيبه وبنطلون. بابا بابا حلو. ده ب 70. حلو. قطن كريشه سواري. اه قطن كريشه سواري ب 40. ب 40؟ اه. طب ايه رايك؟ قطن كريشه سواري تمام. بكام ده؟ ده ب 60 جنيه. انا كنت برد على الزبونه في المخرم. مش محدش يقول لي يا دعاء انت قلت 40. ده قال 60. كنت برد في المخرم على الزبونه. انت بتبص الوصله يعني؟ حلوه قوي دي. شميز بناتي وقميص رجالي. جميله بسم الله ما شاء الله. اه البيور ده عندك الوان منه ايه عشان يعرف؟ انت عندك الاصفر والنبيتي وراك والبمبا. مفيش منه كحلي والاحمر. فيش منه بني.
يخسرهم مش الالوان المطلوبه مني. طب وريني المعلم ده الاسود ده معلم اللي عليه عروسه دي شياكه قوي عاجبني برده المخرم ده موضه قوي ليا انت. تعالى وريني المعلم الطل ده ب10 وكله ابو 10 اللي حصورناه المره اللي فاتت خلص اللي قلنا عليه يتلف في هدايا ويتلف للعرايس يوم الحاجه بتاعتها خلص ده ب40 ده ب40 والله العظيم يا لهوي على القمر دي قمر يا بنات بصوا دي للبنات دي للسن المحير تجيبها لها بصوا بصوا القمر بصوا جميله قمر لا قطن 100% انا دماغ في ايه تاني يا عم سعيد؟ في ايه تاني؟ كملي حاضر اقطع لك لا انا عايز اعرف القطن اللي هنا ده ايه؟ كل بقى الوانات لا ده ده اللي انت صورته زي خلاص انت زي اللي مصور ده صورناه بره ده في ورده وريها الكبرتين الاسمر برضه ده في ورده وريه فين الورده دي التخريمه ده مخرم استنى نبينها لهم برده احنا نوريهم تفاصيل التفاصيل يومنا وثواب برده ده بكام ده بقى عايزه بكام بقى 60 بعمل 50 جنيه شميزات برده فين الجبردين طب اقطع من كريم الست دي من ايه جبردين الله حلو قوي كله بيجيب لك خره قدام اقول حلوه قوي الله النكره ده جبرجين لك راوت بيلمع وبيلمع ده حلو بناطيل ده قوي وبدل برضه في نفس الوقت بدله كامله بس مش بدله رجالي قصدي حريمي يعني حلوه والمتر بكام؟ المتر بكام؟ متر الجبرجين 50 احنا صورنا السوفت البسكوته دي المره فاتت كانت عجباني خامتها قوي كانت لا الخامه بتاعتها كانت عجباني الخامه بتاعتها جميله جدا انا جبت الوانها بقى عايز ابين لكم البسكوته اللي هو بيقول عليها عندي السكتان دوت وعندي ده وعندي يا عم سعيد ابين لهم البسكوته بانت بانت عندك الوان ايه جبت منه الاسمر حلو وريني نفس الخامه دي كده طريه يا لهوي تبقى جميله عبايات لا على جمالها فعلا تحفه تسلم ايدك والله العظيم انك جبت منها اسمر 50 جنيه حلو قوي مترها 50 جنيه وينفع منها عبايات يا جماعه جميل في السيف ده والكارديجان ده يبقى حلو قوي فيها الخامه بتاعتها بترخ كده جميله قوي دي ايه مش زيها البسكوته دي بس دي جميله قوي الكشمير دي ده مقلم قطن بكام بقى المقلم القطن ده 50 النهارده 50 جنيه كتان مخربش كتان مخربش بكام غامق. بكام عشان الناس بتركز في الاسعار اكتر من خامات 50 لا مش خامات عاليه طب انا محتاجه من البيور ده اسود عندك فين عندك طب حته دلوقتي كده قال انا عندي حاجه مخرمه زي كده عايزه احطها تحتها بيور اهو بس ده مش بيور ده في زون بس بصراحه يا جماعه خامته فظيعه قطن ده يتعمل كشات في البيت والله العظيم ثلاثة هتدعي لي بصي بقى عرق مية هيمسك فيه بصوا قطن مش هتبقي حرانة خالص حلوة قوي الخامة دي وهقول كده يستودعكم الله والجي قماشة قمر دي معاها ده الاتنين مع بعض يعني ماتشنج ماشي نقفل الفيديو على كده يا عم سعيد وهسيب لكم رقم التليفون على الشاشه ولو حابين تشحنوا منه هو هيحاول يوفر لكم شحن لان في ناس كتير قوي كلموه من بعد الفيديو الاخير وان شاء الله باذن الله هيشحن لهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.